اهلا وسهلا فيكي روان، منورتينا مره ثانيه حبيبتي. اهلا وسهلا بشرفوني. اهلا فيكي كيندا، اهلا وسهلا فيكي. اهلا. يعني بالحلقه الماضيه حطيتي لكيندا ميك اب مناسب لفصل الصيف بشكل يومي، وانت عاده بتعرفي الصبايا بالصيف بتكتر حفلاتهم ومناسباتهم، وبنفس الوقت بيكونوا عندهم التزامات واشغال، فما بيلاقوا وقت انه يروحوا على الصالون او حتى انهم يحطوا ميك اب من اول وجديد. ففي طرق مثلا المكياج اللي نحن اصلا كنا حاطينه الصبح نستخدمه كمان بالليل بس ننتقله. صحيح، فينا احنا المكياج اذا كان محطوط خفيف وما فيه جلترات وهايلايت ويفترض انه ما يكون فيه، فينا بتتشات بسيطه نقدر نحوله لمكياج ليلي سهره كثير فخم. كيف؟ خلينا نشوف. هلا شوفي، احنا الصبيه حاطين البيس، ما رح نغير البيس، رح نغير الحمره، رح نغير شوي في ستايل الاي شادو، رح نزيد الالوان ونزيد تحت العين. تحت العين بيعطي النظرة الدراماتيك. احنا هذا اللي رح نشتغل عليه كاي شادو. كاي شادو. اوكي. نجيب فرش صغيرة، هلا بنحتاج فرش صغيرة لأنه احنا بدنا نضيف بس ألوان غامقة. لأنه أريد البيس عندنا فاتح. بنختار معلومة حلوة، يعني لما بنستخدم ألوان غامقة بنستخدم فرش صغيرة. لأنه بدنا مساحات صغيرة، ما فيك تفرش اللون الغامق كثير لأنه بصير لونه كثير غامق. بخلط ثلاث ألوان مثلا لحتى أوصل اللون اللي أنا حاببته. نبلش من الطرف نزيد شوي شوي. حسويه شوي زي شكل المثلث، لأن شوي رح أعطيه على لوك السموكي. هنرجع نحط باودر تحت العين بحيث لما تنفضيها كلها سوا، إنه يتوسخ ونضطر إنه نعيد. يعني احنا الفكرة إنه نحافظ على البيس نضيف. شوفي بس غمقنا شوي، شوفي كيف النظرة اختلفت. بالفرشة الصغيرة شوفي قديش تايني صغيرة. طبعا انت بتحطي الالوان بالتدرج يعني كغمائة اللون. هلا لا عم بغمق لون، بس عم بغمق لانه اوريدي اللون متدرج عندي. كثير حلو، فرق بس بسيط يعني لون واحد الألوان. احنا اللي ضفناه اللي هو الدارك براون. هذا بالميك اب بيسموه كونتور العين، يعني بيعمل مثل الدائره بس من حوالين الخفيف. ايوه تمام، بيكون من المجمع غامق ومن الطرف غامق ومن النص فاتح. نتاكد دائما انه العينتين زي بعض نفس الدرجه. ناخذ الفرش هلا حجيب جلتر. السهرة ما بتحلى من غير جلتر، لازم حجيب الجلتر احطه بنص العين المكان اللي تركته فاضي. هلا فيني انا ابلش بكونسيلر، ابقى افتح جوا العين وبعدين احط الهايلايتر الجلتر. كيف بتحطي الجلتر بدون ما يعني يطلع بكل الاماكن بالوش؟ لأنه أحياناً بهر. شوفي لو هر أنا حامية تحت العين وبعدين بحسها بيلزق طبطبة بسيطة، ولما تكوني حاطة الجلو المخصوص تبع الجلتر ما بيلزق. شوفي كيف اختلفت. كثير حلو. بتحطيه بس لنص العين ولا على كل العين؟ لا بس هيك رح أكتفي بهاي الطريقة. أنا ما حطيت قبله الكونسيلر، كان في إمكاني بقلك إني أحط الكونسيلر لأني اللون اللي تحت البيس فاتح، فما مو محتاج اني انا افتحه. لو كنت انا حاطه غامق مثلا كنت عامله قبل كله لون واحد. بحط زي ما قلت لك الكونسيلر قبل. ممكن استخدم الايد، ممكن، بس انا بالفرشه بحس بالتركيز بيكون اكثر وين المحلات اللي انت بدك تحطي فيها الكتر عشان ما نطلع عن الحدود اللي احنا حاطينها.
مهل عشان ما اهر ما امسح ال شايفه كيف صار كانه متداخل في بعض. هلا هشتغل تحت العين، خلصت من فوق العين. طلعي حبيبي شوفي، بمسك من طرف العين شوي من شوي. تحت من تحت برسم خط. هلا ما بخلي هيك، هلا هذا كله رح يندمج ويدخل مع بعضه الالوان ويصير يعني هيك مسحوب لفوق، بس ما بيكون ضايل اثر هيك لفوق. الخطوط الحاده بالميك اب مو حلوه؟ ما لا يعني انا صراحه بشوفها يعني من اخطاء يعني، بس ما بتعطي لوك فريش. لا مش فريش، ما بتعطيكي لوك نظيف. هلا بنحط اي لاينر، بفضل بالصيف طبعا الايلاينر ووتر بروف لانه اكيد صحه الدنيا. همشي من اخر العين، بشوف الخط اللي احنا رسمناه. هلا عاده اذا الصبيه عم تحط لنفسها بتكون عينها مفتوحه ولا مسكره؟ مفتوحه. كات ايز لانه اللي تحت بيساعدنا لما نرسم اللي تحت اول بيساعد. نفس الشيء من الجهه الثانيه بصير، بس عليك توصيل يعني. هيك الايلاينر بيرفكت. هلا بنختار الرموش، يعني نختار السماك كثير او يعني الرموش بغيروا كثير من شكل الميك اب، فرح نجرب اول شيء القصة المناسبة لها. اوكي اذا حسينا الجليتر محتاج زيادة شوي بعد ما نحط الرموش نقدر نضيف شوي. حط حتى نخلي العين تفتح أكثر. حطيتيه بس بطرف العين؟ لاني لو حط عينيها فيهم شوي تدويره من تحت، لو حطيته من تحت بتطلع العين ساحله، انا ما بدي، انا بدي تضل ساحبه هذه الكات ايز، فحطيته من الطرف حتى يعطيني المدى الطولي لانه الابيض بيكبر العين. هلا بالاي لاينر برجع بعيد على خط الرمش بس حتى نخفي البلو. بحس البوس فورن بيعطي الميك اب العربي. صح، بس طبعا ما بنطوله لهون زي زمان، بنضل بالرينج العالي. هلا حنقوي بس الكونتور كمان. إذا حابين ولا بد ولا بد فينا احنا نحط شوية من الجليتر اللي على البينك اللي حبتوا نعمله تحت العين، بس بيعطي ضوء لعينها وبيعطي مكياج سهرة أكثر. هلا مرات بينزل شوي بالعين بس اتس اوكي. الكونتور بنقويه شوي
لأنه بالليل لازم الكونتور يكون واضح أكثر. هرجع أزيد كونتور الأنف شوي حتى يكون أكثر أوضح. هلا فرشة صغيرة كتير أو حتى نفس اللي استخدمتها للمدمع، هاخذ نفس الهايلايتر اللي استخدمته فوق الحاجب وأحطه بس على أرنبة الأنف وأفرده شوية صغيرة بس حتى يعطيني رفعة للنوز، يعطي انعكاس حلو للنوز إنه مرفوع لفوق أرنبة الأنف. الهايلايتر ما ننزله لتحت ابدا بس نكتفي على عظمه الخد لانه ببين لي كل المسام وما بيطلع حلو الميك اب. حلو مكياج السهره يكون ضاوي. كمان بنحط على الشفايف من فوق حتى يعطيني هاي القرشه تبعت الشفه من فوق تبين اكثر. هلا بنحط الحمرة. هلا فينا نقوي الحمرة كثير، نحط مثلا احمر، فينا نحط الفوشيا الفاتح. فبما انه دارج الحمار كثير هالفتره كثير ماشي اللون الاحمر، فرح نحط الوان الاحمر. خذيها لعندك اذا بدك اسهل لانه الاحمر لازم نستخدم التحديد، بيساعد انه ترسمي التمساح لانه الغلطه بالتحديد كثير صعبه. طبعا احنا حاطين احمر صارخ لانه سهره يعني. أول بلاش كمان آخر شيء بتزودي آخر شيء الفيت بلس، دائما البلاش فوق الكونتور ولفوق اللي هو الوجه الثاني. فينا نرجع نزيد الهايلايتر، فينا نكتفي به لأنه دائما بعد البلاش الهايلايتر شوية بخف. وهيك بنكون خلصنا اللوك. كثير حلو يعني بلمسات بسيطة حولتي المكياج الأصلي آخر لقطة. كثير حبيت يعني بلمسات بسيطة عملتي ميك اب ثاني مع إنه أنت كان عندك ميك اب يعني بالأساس. إذا الفاونديشن مشغول صح والبيس صح، تتشات بسيطة يعني شوية جليتر شوية رموش أكتف ألوان صارخة أكتر بتعطيكي لوك. يعطيكي ألف عافية، شكرا كثير لك، بتمنى لك كل التوفيق. العفو، أهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. أهلا فيكي. متابعينا خليكم مكملين معنا، رح نروح لفقرة صحتك ورشاقتك.